لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الأستاذ عمر فرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا بكم أستاذ عمر. أهلا وسهلا. بعد إصدار محكمة جنايات ذي قار بإعدام شخصين بتهمة القيام بعمليات وصفتها المحكمة بالإرهابية، كيف تصف وتقيم هذه الظاهرة، ظاهرة ازدياد الإعدامات في العراق؟ نعم، هذا التقرير جاء بعد عدة تقارير دولية أخرى ومنظمات حقوقية مختصة في هذا الشأن، بلغت أكثر من 10 تقارير خلال هذه الأشهر الخمسة الماضية، وهذه التقارير توجه الحكومة في بغداد إلى أنها يجب أن تعتمد المعايير الدولية لتنفيذ المحاكمات العادلة، وأن هذه المحاكم تفتخر إلى أبسط المعايير، وتصف هذه التقارير بأنها محاكم جائرة، محاكم غير قانونية، محاكم مسيسة، ومحاكم تقوم على دوافع انتقامية. هذه الصفات والميزات التي دائما تتصف بها حكومة بغداد ووزارة العدل والأجهزة الأمنية فيها تؤشر إلى أن هذه الإعدامات وعمليات الإعدام التي تقوم بها الحكومة إنما هي عمليات انتقامية ضد المدنيين، وتأتي دائما في أعقاب انتهاء الفترة التشريعية وفي انتهاء الحكومة، وهذا في هذا السياق ربما بحديثكم عن هذه ليست عادلة، وأن هذه الحكومة تعتمد بأجهزة خارجية تقوم على أساس إشاعة الفوضى وإشاعة أستاذ عمر القتل العمد بين المدنيين. أستاذ عمر، بحديثكم عن هذه النقطة، كان العبادي دعا لتنفيذ مزيد من أحكام الإعدام، إلى أي مدى تعد مثل ما أشرتم في جوابكم قبل قليل هذه الأحكام تعد عبارة عن ردود أفعال ثأرية كما وصفتها منظمة العفو الدولية، وما هي السبل الحد منها؟ نعم، هذه هي الأفعال التي يقوم بها العبادي، وقبله أيضا قامها وفعلها المالكي بحق المدنيين المعتقلين في سجوننا، وتشير هذه الملاحظات لأن هذه الإعدامات تقوم بعد كل حادثة مفتعلة تقوم بها الحكومة، سواء بقتل المدنيين من أهالي الجنوب أو مدنيين أو عسكريين أو ما إلى ذلك، وتقوم هذه المحكمة فورا بإصدار هذه العمليات الإعدام، ولا تجري هذه الامور بهذه البساطه، وتشترط مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان في الدول التي لم تلغي عقوبه الاعدام ان لا تفرض هذه العقوبه الا لخطر الجرائم وبعد التقييد الصارم بالمعايير الدوليه للمحاكم العادله. وهنا ننوه ونؤكد ان المحاكمات في العراق تخالف جملة وتفصيلا هذه القواعد القانونية والضمانات الدولية في تحقيق محاكمة عادلة تجاه المدنيين، وأيضا لتوضيح الصورة للمجتمع الدولي في الآن، خاصة أن العراق يجري تقريره الأول في جامعة الدول العربية في حقوق الإنسان. نعم، يقع في السجون العراقية أو الحكومية أكثر من 30 ألف مدني بتهم الإرهاب فقط حتى نهاية شهر شباط من عام 2018، وقامت القوات الحكومية بإعدام عمليات إعدام جماعي لهؤلاء المدنيين بحق 3000 مدني منذ عام 2013 وحتى شهر آذار، أي بمعدل 3 مدنيين يوميا، وهذا ما لم تقل به تقارير الحكومية تجاه هذه اللجنة، وبالتالي فإن هناك يعني غضب كبير وهناك تشويش واضح قبل الحكومة الحالية في تزييف الحقائق تجاه المجتمع الدولي. أستاذ عمر، في ظل هذه التشكيكات والانتقادات كذلك من قبل المنظمات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية على غرار منظمة العفو الدولية أو Human Rights Watch، إلى أي مدى تظن أن مثل هذه الانتقادات ستخرج بنتائج وتنقذ هذه القوائم الطويلة من أسماء المحكومين بالإعدام؟ نعم، على هذه المنظمات الدولية والحقوقية عندما تقدم هذه التقارير
الدقيقة وشبه حقيقية عن واقع المدنيين أو الواقع حقوق الإنسان في العراق، ولم تلتزم هذه الدولة وتلك الدولة بهذه التقارير، وإجبار المجلس على يعني هنا يتم من المجتمع الدولي ومن منظمة الأمم المتحدة ومن جامعة الدول العربية إجبار مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الانتهاكات ووقفها يعني على وجه السرعة، وإلا تكون هذه الدولة هي خارجة عن القانون الدولي وسيتم محاسبتها وفق الطريقة الصحيحة التي هي مناطة في عملية مجلس الأمن تجاه هذه الدول. وإذا نرى أن هذه حكومة العبادي الآن هي خارجة جملة وتفصيلا عن نطاق القانون الدولي، وعلى مجلس الأمن أن يتخذ التدابير الكافية لوقف هذه الانتهاكات بحق حقوق الإنسان المدني في العراق. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عمر الفرحان، كنت معنا من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عبر الهاتف من بغداد.